خلال احتفالها بأسبوع النزاهة، كشفت وزارة الموارد المائية عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها للحد من الفساد المالي والإداري في الوزارة. لم تكشف وزارة الموارد المائية عن حجم الأموال المهدورة أو التي حافظت عليها الجهات الرقابية خلال احتفالها بأسبوع النزاهة التي عادة ما تستعرض فيه مكاتب المفتشين العموميين أرقامها ونشاطاتها الرقابية للحد من الفساد والحفاظ على المال العام. مسألة الذهاب إلى الأرقام المالية وتحديدها، هذه مواضيع لا تأتي ممكن أنه أنا عندما لا أجلب فساد بالموارد المالية هو معناته أنه عمل المكتب، بل الحد من حصول هذا الخرق إن كان بالموارد المالية أو الإدارية هو بحد ذاته رقابة استباقية حديت من هذه الظاهرة. لكن إشارات إيجابية بعثها المفتش العام في وزارة الموارد المائية عن تنامي حجم الخبرة في الرقابة والحد من الفساد المالي والإداري في الوزارة عبر مجموعة قرارات وإجراءات بتناغم بين مؤسسات ومسؤولي الوزارة، جعلت الوزارة في مقدمة المؤسسات الأقل هدرا للمال العام. احنا كوزارة ننظر إلى أن هذه المكاتب هي لها دور إيجابي وتساهم في الحد من عمليات الفساد الموجودة. هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتش العمومي كلها جهات أبلت بلاء ممتاز في محاربة الفساد الإداري والمالي. وفي ظل مطالبات وتوجهات برلمانية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، تؤكد وزارة الموارد المائية على أهمية وجود المكاتب لكونها المصد الأول للفساد والحفاظ على المال العام، حتى وإن كان على شكل تقارير ورقية أو معلومات تقدمها المكاتب إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية، IMN.